الرحمن الرحيم. صبيحة يوم الثلاثاء الساعة الثانية لتاريخ 12، تم مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابي، وهذا الوكر هو الذي تخرج منه المفخخات والسيارات المفخخة، وتم الاقتحام بفضل الله وتمت المقاومة، ولكن تم الاقتحام والنجاح وقتل منهم وأسر ولله الحمد، ولدينا 2 من المصابين وبحالة جيدة بحمد الله عز وجل، وهذا ما تم إخراجه من هذه الفيلا. مقذوف RPG 36 دخائر ألغام وإرات صواعق TNT ألغام صواريخ حرارية، هذه بطايق قائمة قوائم بالاغتيالات، محمد محمود البحث الجنائي، دار سعد، غمارتين بيضاء قديم، باص هايس يسكن في الدار، هذه قوائم لهم لاغتيالاتهم، هذه البطايق التي تم ضبطها في الموقع، وهذه ايضا بطايق لضباط أمن سياسي، بطايق لضباط أمن سياسي، وهذه أحزمة جاهزة مشركة، باقي له فقط البز الذي يربطه في الجعبة، وهذا حزام، البيرنجات جاهزة في الداخل، وهذا أيضا حزام. البيرنجات هذه تساعد على القتل مثل الرصاص، وهذه مادة متفجرة، هذه أحزمة جاهزة، لاسلكيات، صواعق، هنا الألغام، الصواريخ الحرارية، قوادف RPG، ألغام جاهزة ومشركة للسيارات. هذه مخدر دبابة، C4، C4 مقذوفات متفجرة، ألغام، صواريخ B10 سفري للطيران الأباتشي، صواريخ حرارية، هذه براميل علاجات، هذه براميل كلها أدوية، هذه كلها علاجات، براميل كاملة للعلاجات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ايش اشتوق الرحوبة هذه كلها، أبوات صناعة محلي جاهزة، صواريخ ايش هذه، B10 صاروخ وعلاجات، ألغام جاهزة، كما تحصلنا على أجهزة لابتوب، فين أجهزة اللابتوب؟ 3، أيوة، خلاص هذه البطايق، هذه أجهزة لابتوب قام بتكسيره، ولكن بإذن الله سنستعيد ما فيها وسنقوم بإصلاحها. بالإضافة إلى قطع السلاح المتواجدة التابعة لهم، هؤلاء هم صقور اللواء شلال علي شايع حفظه الله ورعاه.